تم اليوم بولاية سوق قهراس توزيع مقررات الاستفادة من الإدماج المهني في قطاع التربية، والتي بلغ عددها 650 مقررا، وسط فرحة كبيرة لهذه الشريحة التي انتظرت طويلا، حيث اعتبر المستفيدون أن المقررات من شأنها فتح آفاق مستقبلية كبيرة لهم. التغطية لهشام قاسمي. استفدنا من مقررات الإدماج بعد طول نقولوا السنين ونحن خدمين في هذا الجهاز المساعد الإدماج المهني. الحمد لله اليوم استلمنا مقررات تعيين، نشكر السلطات اللي وفت بالعهد تاعها. اليوم استفدت من قرارات الإدماج، عندي مدة 7 سنوات دي إدماج، والحمد لله فرحة اليوم كبير. التجمع الخاص بتوزيع قرارات إدماج لفائدة 650 معاون مستفيد من موزعون على 22 رتبة لمختلف الأسلاك والرتب، ما وحب هذه تدخل في إطار تطبيق التزامات المرسوم 336. فيه لجنة ولائية اللي راح تشرف وتتابع هذا الملف على مستوى كل القطاعات، حتى بالنسبة للطعون اللي تقدمت لنا عالجنا هذه الطعون، وكانت بعض الحالات على اختصاص أو تخصص وجهناهم لمؤسسات وإدارات أخرى، والعملية إن شاء الله كما نقول راني في المرحلة تقريبا نقول نهائية.